بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سماحة الشيخ أحمد حسن الطاهر المحترم، مشايخنا الكرام، سعادة السفراء، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا أن أقف اليوم بينكم وفي ربوع الثقافة والفن الهادف المعبر عن الروح الصادقة والناطق باسم قضايا الوطن والأمة في بلد الحضارات والثقافات العريقة، وفي ضوء ما قدمه أجدادنا هنا تقع علينا مسؤولية كبيرة في محاولة الحفاظ على هذا الإرث الكبير في كل المجالات، والفنون والصوت والموسيقى المعبرة هي ميدان تميز به العراقيون وربما قلدهم غيرهم في كثير من ألوانه الفنية. وكل التقدير والاحترام لكل مبدع وكل حنجرة صدحت حباً بالوطن أو تعبيراً عن قضايا الشعب، وكل الاحترام للوقف السني واللجان المشرفة على هذه الفعاليات. أيها الأخوة، رسالتي اليوم ومن هنا وفي هذه الأجواء المباركة لكل عراقي يعشق العراق أن نحافظ على استقراره ووحدته وسيادته، وأن نفكر في بناء المواهب والقدرات التي تبني البلد وتعيد له مجده. فلا حياة مع الفوضى، ولا تقدم مع الخوف والقلق، وأي بلد أراد أن يتقدم أول عمل يقوم فيه أن تسود العدالة بين أبناء الشعب وكل مكوناته ليتحقق الرفاه والتقدم، ولتسود الألفة والمحبة بين أبناء الشعب. نبقى معكم في أجواء جميلة بين شاعرية حسان بن ثابت رضي الله عنه وقلم أحمد شوقي وجلال الدين الرومي وحناجر محمد القبنشي وتلاميذه. ومن هذا المقام وفي هذا اليوم الذي تبارك بهذا الجمع الطيب من علمائنا الأعلام ومشايخنا الكرام ووسط هذه الطاقات الشبابية والأصوات المحمدية الندية المشاركة في مسابقة منشد الرافدين، لا يسعني إلا أن أشكر الجهود التي تضافرت والهمم التي تسامت وساهمت في إنجاح مشروع رعايتنا لهذه المسابقة الإنشادية. وأقدم الشكر الجزيل لجميع المشاركين والعاملين الذين أوصلوا هذا المشروع إلى ما وصل إليه. والشكر موصول لديوان الوقف السني وكوادره ودوائره لمشاركتهم في إنجاح هذه المسابقة وهذا الحفل الكريم. وبعون الله سنسعى إلى أن تكون هذه المسابقة مسابقة سنوية تحت عنوان منشد الرافدين. وختاماً أدعو الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه العظيم وتقرباً من جنابه الكريم، وأن يبعد عنا
وعن بلدنا وعن الأمة الإسلامية الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.